بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا ببرنامجنا تأملات في مزامير صلاة باكر، واحنا في المزمور رقم 66. المزمور ده كان بيقال في العهد القديم كبركة يبارك به الكهنة يباركوا الشعب. فيه بيقول ليتراءف الله علينا وليباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا. يترأف علينا رأفته ويتحنن علينا، يعني يترأف علينا ويباركنا. لما يباركنا ربنا يبقى لازم هيباركنا ببركات، بعطايا، بنعم، بمواهب، بحاجات جميلة. يباركنا ويظهر وجهه علينا. ظهر وجهه علينا ده معناه ان احنا هنبقى في حضرته وهنتمتع بيه. يظهر وجهه علينا ويرحمنا، يرحمنا ربنا. بعد كده يقول ليعرف في الأرض طريقك. دي دعوة ان طريق ربنا الأرض كلها تعرفه، لأن طريق جميل جدا. ليعرف في الأرض طريقك وفي جميع الشعوب أو الأمم خلاصك، خلاص ربنا ينتشر. ده خلي بالكوا ده في العهد القديم بيقولوا الكلام ده، رغم ان كان الأمم ما يعرفوش ربنا لسه في الوقت ده، لكن ده مقصود بيه مجيء المسيح له المجد. لما خلاص الله ينتشر في الأمم كلها يبقى كان في اشتياقات لخلاص الناس من العهد القديم، ما بالنا دلوقتي بقى نتمنى كلنا ان 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 خلاص الله الناس كلها تعرفه. ليعرف في الأرض طريقك في جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب. دي أمنية الناس اللي بتصلي الصلوة بتوع ربنا الجميلة دي، بيقول يا رب عايزين طريقك يتعرف وعايزين خلاصك في الأمم كلها. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، كلها محدش إيه يضيع، عايزين الكل يعترف بيك يا رب. دي شهوة قلب ولاد ربنا، الخلاص وخدمة الآخرين ومجد ربنا يتعرف في الكل والكرازة تنتشر. عايزين ده يبقى على الأقل لإخواتنا ولادنا اللي نفسنا يعرفوا ربنا البعيدين والكل. فين صلواتنا من أجل خلاص الناس ومن أجل إخواتنا ومن أجل غيرتنا عليهم؟ فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة. الكل يعرف قد ايه ربنا بيحكم بالاستقامه ويفرح. تفرح الشعوب، تبتهج، تحكم في الشعوب بالاستقامه وتهدي الامم في الارض. الله يهدي الامم في الارض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، يبقى ده تسبيح لربنا. فلتعترف لك الشعوب يا الله، ربنا العظيم المسبح اللي من حقه ان احنا نسبحه. فلتعترف لك الشعوب جميعا، الارض اعطى ثمراتها. لما يبقى ربنا مالك في الارض ويبقى مجده في الأرض والناس عرفته، الأرض تجيب ثمر. الأرض دي اللي هي البشر يجيبوا ثمر. ثمر ده ثمر جميل، المحبة والطهارة والقداسة، ما يبقاش فيه عداوة وما يبقاش فيه اقتتال مع بعض وما يبقاش فيه نجاسة بعيد عنكم والشرور بتنتشر. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميع، الأرض أعطى ثمرتها. فليباركنا الله إلهنا، وهنا يا ربنا كمان يباركنا مرة تانية بقى، ليباركنا الله إلهنا. فلتخشه، يحصل نوع من الخشية جميع أقطار الأرض. الكلام ده هيتم طبعا في السماء، لكن دلوقتي على الأقل احنا عايزينه يتم بصورة ولو جزئية دلوقتي، لأن في شر في الأرض. الناس كتير تعرف ربنا وتحب ربنا وتتبارك بربنا، عايزين يتم بصورة جزئية ولو في الكنيسة، كنيسة ربنا، وفي الخدمة المعرفة بتاعت ربنا تزداد. أنا أقول لكم المزمور تاني عشان نلمه تاني مرة واحدة مع بعضه. ليتراءف الله علينا ويباركنا، ليظهر وجهه علينا ويرحمنا، ليعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا، الأرض أعطت ثمرتها. فليباركنا الله إلهنا، ليباركنا الله، فلتخشه جميع أقطار الأرض. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين.